80 شوط، 44 شوط للمفاريد و44 شوط لسن الحقائق. المفاريد من مسافه الكيلوين، والحقائق من مسافه 3 كيلومترات، اما الصعوبه من مسافه 1500 متر، والجوائز نقديه لكل الاشواط، والانطلاقه بتكون الساعه 11 ليلا، والحين التسجيل موجود بمؤسسه الاصائل. أوكي. محمد، هل ترى أن التوقيت الساعة 11 ليلا سيكون مناسب بما نحن في أيام رمضان؟ والله بقى كل الإخوة اللي بيجوا بيسجلوا بيقولوا يا ريت يعني يتقدم التوقيت شوية، على أساس أنه أنت الوحيد؟ بعض الناس يبون يتقدم التوقيت شوية، لكن إذن عموما وعلى كل حال رمضان 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 الساعة 11 عادي. عموما وعلى كل حال سعيد ما في مشكلة، سعيد بن طفلة يريد تقديم السباق الليلي، ولكن أتوقع يمكن مراجعة هذا التوقيت مع المنظمين، مع سعود بن سعود بن سند المسيفري هو المنظم، ممكن سعيد تراجعوا مع التوقيت الزمني. عموما وعلى كل حال أيها الأعزاء، شوط ما قبل الختام للصعوب، أرى الاستعداد لهذه الأسماء 17 مشاركة، وانطلق أيها الأعزاء هذا الشوط وشوط ما قبل الختام، وستتأهل ثلاث ابكار مشاركات، وستنطلق ثلاث تزعفر، وايضا يخضب راسها بالزعفران او رؤوسها بالزعفران، وبذلك ستشارك في السباق الختامي في ثالث ايام عيد الفطر المبارك. مقدمه الشوط ايها الاعزاء الهداره لسعيد بن بطي الزعبي يا محمد الحسن، ولا سرابه لجار الله بن جهويل تركي بن سعيد الفيدان، عليها رقم 4 مسجله باسم جار الله بن جهويل. عموما وعلى كل حال عموما وعلى كل حال المركز الثاني اللي تتقدم وتتسلل حاملة الرقم 29، حاملة الرقم 29 باسم من؟ 29 محمد بن فرج، عند محمد بن فرج بن هليل بن دلموك، عند محمد بن دلموك المري، وثالث المراكز عند بن سفران سعيد بن 16 سعيد بن محمد اللزيوح، سعيد محمد بن لزيوح، ورابع المراكز عند محمد بن سعيد بن سفران المري، تتسلل بسميها أم الصيفي، أم الصيفي تتسلل، أو الرياضية، الرياضية تتسلل أيها الأعزاء إلى ثالث المراكز لمحمد بن سعيد بن سفران المري، وتليها مباشرة شعار علي بن سعيد بن حلفان المري يتسلل مع الدوحة، وأيضا وصول وتقدم خطير من سرابة سعيد بن محمد بن وضحة. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، عطني إياها يا أبو الحسن، عطني إياها باسم من؟ هذا باسم تركي بن سعيد، تركي بن سعيد بن فهيدان المري، هذا الشعار بن فهيدان. عموما أشك في الشعار اللي تنطلق على مقدمة الشوط، أتمنى من الأخوة الملاك توضيح الأرقام. المركز الثاني عند بن حلفان، وثالث المراكز عند بن خزينة، عند سالم بن محمد بن خزينة المري اللي في ثالث المراكز، ولكن الدوحة 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 الدوحة، ولكن أيضا بن خزينة يتسلل شعاره، بن خزينة يتسلل شعاره براقة لسالم بن خزينة. المركز الأول يا محمد عند من؟ المركز الأول وأسفا لسعيد بن تركي بن فهيدان، بن فهيدان وبن خزينة، اللحظات الأخيرة، براقة براقة براقة، وشعار بن فهيدان أو شعار بن جهويل، جار الله بن جهويل، وأيضا تركي أو سالم بن خزينة المري، أتوقع الفائزة براقة لسالم بن محمد بن خزينة المري. المركز الثاني لجار الله بن جهويل المري، سرابة أعتذر من جار الله بن جهويل. المركز الثالث، أعطوني المركز الثالث، الدوحة لعلي بن سعيد بن حلفان المري. المركز الرابع، المركز الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، تهانينا والناموس للفائزين. التوقيت الزمني 2:24:54 جزء من الثانية، تهانينا لمالك براقة سالم بن محمد بن خزينة المري. المركز الثاني سرابة جار الله بن جهويل المري. المركز الثالث عند الدوحة لعلي بن سعيد بن حلفان المري، تهانينا والناموس لكل الفائزين، لكل المميزين حقيقة في هذا